السلام عليكم، مرحبا بكم يا شباب، كيف حالكم؟ في هذا الفيديو الجديد سوف نتطرق إلى موقع غير معروف وموقع رائع صراحة، يمكنك من كسب مبالغ مالية محترمة، 400 دولار، 300 دولار، 500 دولار، نعم كما شاهدتم هنا في إثباتات الدفع، يعني مبالغ جد محترمة والتطبيق هو جد سهل للعمل عليه. فالشيء الجميل في هذا الموقع، وقبل يعني أن نتطرق إليه، ربما أنك شاهدت بعض التطبيقات، بعض اليوتيوبرز يشرحون بعض التطبيقات، يقول لك اجمع 1200 نقطة وستحصل على 10 دولار أو ستحصل على 50 دولار. ربما أنك شاهدت هذه الفيديوهات وقمت بتحميل ذلك التطبيق ودخلت إليه، لكن بدون جدوى، حتى وإذا ربحت تربح يعني دولار أو 2 دولار. فصاحب ذلك التطبيق هو يربح أكثر منك، يعني يربح 400 دولار، 500 دولار، نعم يا إخواني، يعني مبالغ مهمة جدا، خصوصا هذا الموقع أنه يقدم مبالغ جيدة، لكن هذا الموقع يعني للمتوسطين والمحترفين. كنت مبتدئ لا تعرف كيف، سأريك كيف تقوم بطلب، يعني لكي يعطينك حساب لكي تعمل عليه. الشيء الجميل في هذا الموقع، يمكنك أن أن تستخدمه كببليشرز أو أدفرتايز، يعني أنك أن تكون معلن، يعني أن تنشأ تطبيق من عندهم مجانا، صفر دولار، تنشأ تطبيق، تقوم بعمل، يعني أي شخص قام بمشاهدة هذا العرض سيربح 100 نقطة أو 150، والموقع يعطيك كل شيء، وتقوم يعني أنت بأخذ هذا التطبيق وتقوم ب يعني بتسويقه. أو الطريقة الثانية، يعني أنت هنا صاحب التطبيق كما قلت، صاحب التطبيق وتقوم بتسويقه لكي يعني تجلب المتابعين، تذهب عن اليوتيوبرز أو تضعه على الفيسبوك إذا كانت لديك صفحة، أو إذا كنت لا تريد أن تقوم بتعديل التطبيق ولا ليس لديك وقت، تصبح ببليشر، يعني أنك تنشر ذلك التطبيق. هناك تطبيقات موجودة يقول لك ذلك الشخص انشر لي هذا التطبيق وسأعطيك يعني 50 دولار أو 30 أو 100 دولار، يعني وتربح فيها، يعني كطريقة سي بي اي، يعني عروض أنك تأخذ ذلك التطبيق وتقوم بنشره على الفيسبوك أو على يعني على اليوتيوب. فالطريقة الأمثل وأنا التي أحبها هو أنك تنشئ تطبيق بنفسك وخاص بك وسهل، كل شيء سهل، ليس هناك لا برمجة ولا أي شيء، كل شيء عندهم في هذا الموقع. يعني عندما تقوم بالدخول إلى الموقع، أنا لدي صديق يعني يربح منه 300 دولار، 400 دولار، نعم يا إخواني، أنني دائما أنا في قناة قلعة الشرح دائما أريد أن أضع أشياء اللي هي موثوقة وابحثوا عنها واستشاهدوا أن الناس تربح من هذا الموقع. وفي يعني في المحتوى العربي لن تجدوا إلا القليل من شرح هذا الموقع، لكن في المحتوى الأجنبي ستجد الكثير. هذا الموقع السبب الوحيد أنه غير معروف عند العرب أنه نسبة القبول هي قليلة جدا، لأنه فيه ربح، يعني والله يا إخواني ربح جيد كما شاهد. يعني عندما تدخل إلى الموقع، سأضع لكم في أسفل الفيديو، يعطيك هنا هل لديك أنت سوشيال ميديا أو أنت مؤثر، إذا كان لديك انستغرام، فيسبوك، متابعين، تقوم هنا بالضغط هذا المكان لكي تقوم بالتسجيل. هذا المكان إذا كنت تريد أنت أن تقوم بتعديل تطبيق، يعني ديفلوبر، تقوم بتعديله من عندهم وتقوم بتسويقه. فنحن نختار هذه الأولى، فيها ربح جيد، صديقي يعني يربح منها 300 دولار، 400 دولار شهريا بهذه الطريقة. بعد هنا نقوم بتعديل ساين أب. طريقة التسجيل هي سهلة جدا، وكل ذلك الأشياء سأضع لكم في أسفل الفيديو في التدوينة لكي تقوم بعمل كوبي كولي. تريد أن تضيف شيئا آخر، ضيفه لا مشكل. جيد، هنا في المرحلة الأولى تضع اليوزر نيم، اسم مستخدم، إيميلك الشخصي، كلمة المرور، إعادة كلمة المرور. بعدها تعمل نيكست، تذهب إلى الأدرس. نعم سلام، يجب أن يكون كلمة المرور يعني طويلة وفيها حروف وأرقام، وتكون الأولى يعني ماجيسكيل، نعم دائما الأولى ماجيسكيل. نيكست، هنا فيرست نيم، تضع اسمك، نسبك، العنوان، المدينة، الدولة في هذا المكان، وهنا كود بوستال، رمز البريد. بعدها نيكست. جيد، هنا أشياء مهمة جدا جدا جدا. If you don't answer the question enough لن نقبل، يجب أن كل شيء تعمله صحيح. هنا يقول لك How do you plan prompts
كيف ستقوم بتسويق منتجات. انا ساضع لك يعني الكتابه باللغه الانجليزيه، انت عدل عليها، قم باضافه اي شيء تريد. ايضا هنا بليز ليست يور، هنا اذا كان لديك مواقع تقوم بعمل هنا، تقول لهم انا سانشر هذا التطبيق في هذا الموقع ولدي تجربه في هنا وانا اعمل في السي بي اي منذ، كل هذا الشيء ساقوم بكتابته لك لكي يتم قبولك. انستغرام الخاص بك، فيسبوك، صفحتك اذا كانت مشهوره نسبة القبول ستكون يعني 90% أو 100%، كذلك فيسبوك مشهور، تويتر، تيك توك أيضا يقبلونه. هنا contact information إذا كنت تريد أن يعني أن حتى وإذا لم تتم قبولك فتتكلم معهم، تقول لهم أنا، تقنعهم أنك سوف تقوم يعني بجلب لهم الكثير من الزوار لكي يقومون بتحميل تلك التطبيقات. وأنت تعرف يعني فقط في اليوتيوب تكتب تطبيق ربحي في اليوتيوب، تعطي الناس اليوتيوب وتدفع لهم مال لكي يعني ينشرون لك التطبيق وهم يكسبون وانت تكسب. هنا سكايب تضع هنا اذا كان لديك التطبيق، كيكي، تيليجرام، فون، نعم جيد. بعدها نيكست، بعدها هنا فينيش، كونفيرم، تقوم بعمل كونفيرم على الايميل، خلاص. بعدها يقول لك انتظر 24 ساعة. في غالب الاحيان اقول لك 50% سيتم قبولك، 50% لا، 50% يتم قبولك إذا كان لديك كل شيء يعني الأجوبة مقنعة، إذا كان هناك أجوبة مقنعة وكان هناك يعني فيسبوك لديك جيد يعني فيه زوار، مدونتك طالعة في الرانك، كل شيء جيد، تقوم بعمل فقط تسويق عن طريق أرتيكلز، تكتب لهم تدوينة ويعني تتعلم يعني تضع لهم روابط ذلك التطبيق والكل سيقوم بتحميله، خصوصا إذا قمت بعمل فيسبوك أدز ستجلب الكثير من الأرباح. والله يا إخواني يعني موقع صراحة رائع جدا لمن يريد أن يعمل معهم. هذا ليس إشهار، تقول لي إشهار معروف جدا والكثير من يعمل في هذا الموقع. كما قلت لكم يجب أن تكون أجوبة مقنعة لكي يتم قبولك. بعد ما يتم قبولك خلاص يعني تقوم بإنشاء، أنت يعني أنت واختيارك، أما تقوم بإنشاء تطبيق وتقوم بالتسويق به أو تقوم فقط بالتسويق. طريقة التسويق أيضا فيه ربح، إنشاء تطبيق فيه ربح أكثر. وأتمنى أني وضحت لكم بعض الأمور، ومن جرب هذا الموقع فأقول له أن يضع لنا تعليق في أسفل هذا الفيديو وكم ربح منه بطبيعة الحال. لا تنسوا مشاركة مع أصدقائكم لتعم الفائدة. دمتم في أمان الله.